السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي. هذا النهار ان شاء الله غنتكلموا على فوائد كلوريد الصوديوم اللي هو الملح العادي ديال الطعام في تربية الأرانب بمقاييس موزونة. اذا قبل ما نتكلموا على المقاييس ديال الملح اللي ممكن اننا نعطيوه للأرانب ديالنا، نتكلموا اولا على الفوائد. الفوائد هي في الحقيقة ممكن اننا نتكلموا عليها بواحد الطريقه غير مباشره. علاش؟ لان الملح ماشي هو يعني منين كنعطيوه للارانب يعني كيقويهم ولا كيدير فيهم شي حاجه، لا. الفوائد ديالو كما قلت هي طريقه غير مباشره. بحالاش الطريقه غير مباشره؟ وهي بزاف ديال لي كومونتير لاحظت كيجيوني على حساب في القناة ديال ديدو سومدي، على حساب الأرانب ما كيبغوش يشربوا الماء، خصوصا المرضعات. لأن إلا بغينا نتكلموا على الحليب ضروري خص الأم خصها تشرب الماء، وحتى الفطام كيكونوا ناقصين في الماء، ما كيبغوش يشربوا الماء، واخا كنحطوا لهم الماء ما كيشربوش الماء. إذا نهضروا على هذا الموضوع، يعني الطريقه المباشره هي اللي غادي نهضروا عليها دابا. يعني الا مشينا تحت عطينا الارانب ديالنا الملح، الملح العادي، الملح ديال الطعام كما كتشوفوا، ملح عادي ديال الطعام، سمو كيوقع وهو نديروا لهم واحد العمليه ديال التعطيش. كونوا متاكدين الارنب كيف ما بغى يكون، منين دير له واحد مثلا نقولوا ان يعني الاكل ديالهم هو هذا، ودرت واحد قريصه ديال الملح مع هاد الماكله هذه، كي ياكل كيقيس لسانو الملح كيمشي مباشره يشرب الماء. يعني هاد القضيه هذه ممكن يديروها الارانب ديال الفطام، لان اغلبيه كيجيهم الكوكسيديا بزاف. ولكن المهم في الحلقه هذه وهو الامهات المرضعات اللي ما كيبغوش يشربوا الماء وكيقل الحليب ديالهم في الحلامات، سمو كيوقع ان الصغار ديالهم كيتضروا، كنلقاو وفيات من هذوك الصغار. علاش؟ لان رغم ان حنا نقولوا مثلا كاين عدد الصغار قد عدد الحلامات، ولكن كاين مشكل ديال ان الحليب قليل راه من الماء ما كتشربوش بزاف، هي ما كتشربش الماء بزاف، الام ما كتشربش الماء، كتكون ملاهيه مع الصغار ديالها، مع الماكله، مع كتكون يلاه ديك الدم في السيمانه الاولى، عاد كتغسل في راسها. المهم وكيكون عاوتاني المربي حتى هو كيعطيها يعني الذكر في ديك الوقيته، كتكون المهم كتكون الام ديرونجي، واخا كتشوف الماء قدامها كتكون باقا ما كتهتمش بصحتها كما في الاول. اذا قريصه ديال الملح ممكن انها تفك هذا المشكل. بالاضافه ان الملح الناس اللي يعني اللي جربوه، منهم انا راني جربته، كاين نهضروا على بعض الفوائد، وهو الناس اللي عندهم الارانب فيها التسلسل، وهو ديك السلسل اللي كتكون الارنب بدا كيضعف. مثلا نهضروا بعدا على المرضعات كيكونوا في اول ما كيولدوا كيضعفوا بزاف، يعني قليل ديال الارانب اللي كيولدوا وكيغلاضوا كيبقاو بصحتهم. الاغلبيه كتكون منفوخه حتى كتفش، كتبان لك يعني الارنب ولا مفشوش، ما كيبقاش كما كان. اذا سمو هي هاد القضيه هذه انه ما كيبقاش في النظام الغذائي السليم ديالو. ممكن ان هذاك التسلسل اللي كيكون في يعني عند الارنبه الام الملح انه يفك المشكل، وحتى فقدان الشهيه. الملح راه هو بمثابه فاتح للشهيه، لان سمو كيوقع الارنب كي يدوق هذاك الملح واحد واخا جرعه صغيره كيتبدل عليه المذاق، ما كيبقاش. المهم كيمشي اول حاجه كيشرب الماء، ملي كيشرب الماء صافي فمو كيتعود على الاكل، صافي كيولي كياكل مزيان، كيولي نورمال. حنا كنقولوا صافي الشهيه ديالو رجعت. اذا الملح راه عنده الفوائد ديالو، ولكن ماشي تشدوا مثلا واحد ملعقه كبيره وديروها مع 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 شويه ديال الاكل، لا، راه نصف ملعقه كافيه، نصف ملعقه كبيره
كافية أنكم ديروها مع كيلو ديال السكرين. يعني خاص الآن نبغي تذوق هذاك الملح. إلا مشات تذوقوا راه كي مباشرة كيمشي يعني الماء كيشربوا بعدا هو الأول. كان فاقد الشهية كيتحرك كيولي كي يعني كياكل. كانت الأم المرضعة ما كتبغيش تشرب الماء ومديرونجيا مع الولادة وهذه كي كتذوق شوية ديال الملح في لسانها كتمشي مباشرة كتشرب الماء. النتيجة أن عندنا صغار بصحة جيدة إن شاء الله. إذن هذه الحلقة ديالنا بلا ما نطول عليكم، كنظن أني وصلت الميساج. نشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناة جميلة غادية من الدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة. احنا دايرين في القناة كأننا عائلة، وفعلا رحنا عائلة إن شاء الله. خوت عند الله. تكيو على زر جنب، ساندونا بزر جنب باش نزيدو القدام، وما تنساوناش وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.